السلام عليكم أيها المواطنين، اليوم راني جايب خطة حربية عسكرية رهيبة فتشاكة. أنت تتكلم قد لازم شنو حاجة؟ لازم الجيش والشعب يكونوا خاوة خاوة، لازم تكاتفوا باش تنجح. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. الخطة واش تقول؟ لازم الشعب هذا، الشعب الجزائري العظيم الأبي، كل روح نسكنوا في الحدود، نخووها الجزائر من داخل، كل نسكنوا في الحدود ونديروا كاع هاشتاج سوف أسافر من أجل تأدية مناسك العمرة. استغفر الله. سوف أسافر من أجل تأدية مناسك الحج أو مسافر لرحلة شغل الجزائر خوات الداخل. والجيش الثاني هو لازم يدير في الفيسبوك تاعو سوف اخذ قيلوله لان الجزائريين ذاهبون في رحله. شغل تمويه هذه تاكتيك واحد كونتر خطه هذه. ولا حد واخد باله مني انا ما انا انا وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. هي دوله العدو راح تبعث واش يقولوا له هذاك؟ تبعث واحد مستكشف يدور في الجزائر العاصمه يدور بين الباطيمات والصوالح هذوك. Hey Safsi, what are you doing? Kaskilia, Kaskilia, tell us. Excuse me, where my house? Where's my house? عاد ما يرد عليه، شغل الجزائر خاوية خلاص. أيا هو يروح يرجع، يرجع للدولة نتاعو، يقول لهم بيبليك دو ألجيريا أبسونت، شغل الجزائر خاوية الله نصدمو عليه. هما يصدمو علينا، كي يصدمو يعودو يدورو في الجزائر، الجزائر خاوية، ما فيها والو. أيا حنا كي نديرو نربحو عليهم. نخلوهم جي 12 شاعلين ونبهدوهم كاع نخلعوهم كيما هكا. اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت. هيا نقتلوهم بالسكر يموتوا بالخلع شغل هما ما جوش مستعدين داير الجزائر فرغت. هيا نقتلوهم بالخلع كاع كيما هكا يموتوا بالخلع يطلع لهم سكر ولا طاسيون يموتوا بالخلع وما خسروا جيش ما خسروا شعب ما خسروا سلاح وتكون عندنا بصمه في هذا العالم كدوله فازت وغلبت الخصم بالخلع. يا وفوزوا بالخلع كونوا معايا وطبقوا المشروع هذا راه ناجح سيينا في الدولة انت يا دي. استغفر الله. شو عندك أمنية بسرعة؟ أموت أنا ساجد. تموت أنت ساجد يا الله. طب انت يا راضي اخوي بتصلي؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي واحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا وأن يشفي كل مريض يتألم ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. قبل ما أقول أي حاجة يا جماعة، اللي يشوف الفيديو اللي أنا حطه لحضراتكم في بداية الحلقة وما يضحكش لابد وأن يراجع الطبيب الخاص بي، يروح يشوف الدكتور. انا ما ضحكتش يا دكتور لان الفيديو يعني يضحك اللي ما يعرفش حاجه اسمها ضحك. بدايه ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق اي حاجه من المؤكد ان لها ايجابيات ولها سلبيات، لها مميزات وعيوب. حتى الهبل واللسعان والجنون ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه له مميزات وله عيوب. فمن مميزات الهبل اللي عند القراقبة أحفاد فرنسا وتركيا، مميزاته إنك تضحك إذا لم تكن سمعت عن حاجة اسمها ضحك. بتضحك على هبلهم وبتضحك على قرقبة نافوخهم. وفي نفس الوقت العيب إن ممكن يجي ناس يصدقوا هذا العته وهذا المجون. طيب الراجل ده راجل ايه؟ ما علينا. هذا الشخص اخترع حاجة جديدة جدا في المعلومات العسكرية والخطط العسكرية الجهنمية، يعني اللي المفروض ان تستخدمها الجيوش الحديثة والمتطورة. ايه هي؟ قال لك هو سمع
اللي طلع يقول احنا دولة الجزائر قادرة ان تحارب ما عدده 22 دولة بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية. وسمع كده، وسمع كمان ان فشكريحة لما طلع وقال نحن اقوى دولة في المنطقة، فصدق ان هم اقوى دولة في المنطقة. حتى الاخت منيف لما طلعت وقالت ان اجتياح المملكة المغربية الشريفة عايز 10 ساعات بس، يعني دولة الجزائر لما تنوي تحتل المملكة المغربية الشريفة مش محتاجة اكتر من 10 ساعات. وكمان سمع لهطل اللي على شكلة الاخت منيف وهو بيقول ان احنا يكفينا 10 ساعات لاجتياح المنطقة، لاجتياح المملكة المغربية الشريفة. ما هو مهبل يعني، منيفة تقول 10 ساعات والهبل التاني يقول 10 ساعات وكله هبل فهبل يعني، وكأنهم يعني مش عارفين يعني ايه المغرب الشريف ومش عارفين يعني ايه الجيش الملكي ومش عارفين اي حاجة. ما علينا، برضو ما علينا يعني. فصاحبنا قال انا هقعد بقى اسمع للهبل ده ولهطل ده والراجل الاكسباير ده، طب ما انا اخترع خطة جديدة عشان نقضي على المغرب ونريح دماغنا. ايوة يا عم، يعني نعمل ايه؟ قال لك خطة الخلعة. ايه هي الخلعة للي ما يعرفهاش؟ عندنا في مصر تقول له بخ يقول لك يا مامي اتخضيت، خضتني، هي دي الخلعة، يعني اتخض. ففي المملكة المغربية الشريفة تقول له بخ يقول لك اويلي خلعتني، يعني خضتني. فهو اخترع دي، قال لك ده بقى سلاح الخلعة ده او خطة الخلعة دي احنا نريح دماغنا ونعملها ونقضي على المملكة المغربية الشريفة بالخلعة او بالخضة ونخلص. ايوه، وبعدين عمل بقى ايه؟ يعني الخطة محكمة بصراحة، يعني القرقوبي عامل احلى دماغ، دي خطة قرقوبية تبونية جاهزة للتنفيذ، عسكرية طبعا. ايوه عم العائل انت يعني هتنفذها ازاي؟ قالك احنا نيجي في يوم ونقول ان الناس خرجت تتفسح او راحت تعمل عمرة او راحت تأدي مناسك الحج، الشعب خرج كله راح يأدي مناسك الحج، وحتى الجيش الاخر خرج يتفسح او خرج يأدي مناسك الحج او راح يزور شنبولة الحرامي والبقر اللي معاه، المهم انه ايه مش موجود، ونخرج الناس كلها على الحدود ومعاهم الجيش، لان ده الخطة دي بالذات بتتطلب تعاون الجيش مع الشعب، وتبقى البلد فاضية. يقوم المملكة المغربية الشريفة تطمع في احتلال دولة الجزائر، ما هي فاضية بقى، الشعب كله راح اللي راح يصيف واللي راح يتفسح واللي راح يعمل عمرة واللي راح يأدي حج والجيش كمان، ما حد، البلد فاضية خاوية. يقوم المغرب يطمع فيدخل الجيش ويمكن الشعب كمان يدخلوا عشان يحتلوا دويلة قرقوبيان العظمى، القوة الضاربة في عمق البطيخة، القارة، الكوكب، الزفت، الهباب الاسود عليهم وعلى ايام. نقوم احنا نعمل ايه بقى؟ نقوم احنا جايين، هم دخلوا بقى خلاص اهو، نقوم احنا داخلين الجيش مع الشعب القرقوبي يخشوا ويقولوا لهم بخ، يقوم الشعب المغربي والجيش المغربي كلهم يموتوا من الخلعة، يتخضوا يموتوا، وبكده يبقى خلصنا منهم، ولا حاربنا ولا صرفنا فلوس ولا احتاجنا سلاح ولا عملنا اي حاجة، خطة الخلعة، نخضهم ونخلعهم فيقوموا يقولوا اويلي ويقوموا ميتين. عندنا في مصر بقى يقولوا ايه؟ يا لهوي خضتني، ويقوموا ميتين. انا شخصيا مصدق الهبل ده بجد يعني. ليه؟ اقول لكم ليه؟ عشان انا مقرقب خلاص، انا اتقرقبت زيهم، فانا مصدقه خطة الخلعة دي.
حاجة جديدة جدا يعني. الواحد ازاي ما فكرناش، الجيوش ما بتفكرش في خطة الخلع ليه ونوفر؟ يعني اسرائيل مثلا كانت ممكن خلعت الفلسطينيين، او الفلسطينيين وحماس بدل ما كانوا بيضربوا في فلسطين في اسرائيل كده كانوا راحوا خلعوهم، قالوا لهم بخ فيتخلعوا فيموتوا. يعني كانت الخطة دي لو اتطبقت هتحل مشاكل كتير جدا، تخيلوا. ولو فكرنا ان احنا نقضيهم زي ما القفة عبد المجيد القفة راح يقضي اسرائيل كده في محكمة العدل الدولية، مش هيثبتوا حاجة. ليه؟ الطب الشرعي اللي هيشوف الضحايا هيقول لا، لا في سلاح استخدم ولا في حد قتل بأي شيء، هي المسألة قضاء وقدر. ما هم ميتين بالخلعة بقى مخضوضين يعني كده، هتطلع كمان بريء. يعني انت قلت له بخ قال لك اويلي فمات، فمحدش هيعرف بقى ان انت قتلته. يعني كمان هيقضوا على المملكة المغربية الشريفة وشعبها ومالناش دعوة، هم ماتوا موتة ربنا بالخلعة بالخضة، مالناش دعوة احنا، ما عملناش حاجة. بذمتكم ده عقل؟ يعني ايه؟ طب ايه؟ يعني حد يقول لي الناس دي عايشة ليه؟ يعني اين ذهبت عقولكم؟ من اول ما بتقولوا نحتاج 10 ساعات لاجتياح المغرب الشريف، والتاني اللي يقول 22 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية نقدر نحاربها، والتالت بيقول خطة الخلعة وبيخ ويناموا ويموتوا ونخلص ونعمل الناس دي عقلة بذمتكم؟ بالله عليكم يعني انا بلاش اقول رأيي، يعني انا مش هقول رأيي عشان انتوا هتتهموني ان انا بقيت زيهم يعني، لكن انتوا كعقلاء وحكماء مين يصدق ويقول ان الناس دي عقلة؟ يعني تخطوا كل الحدود. انه القرقوبي، لا قرقوبي ايه؟ قرقوبي ايه؟ ده القرقوبي بياخد يعني هو شوية وقت واللي ضربه بيفوق، انما دول ما بيفوقوش. دول خلاص تجمدوا على هذا الوضع، وضع الهبل والكذب والفشر والعقد والهباب والزفت على دماغهم. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ جاكوا نيل عليكوا وعلى ايامكوا، يخرب بيوتكوا يخرب بيوتكوا. ده انتوا اللي يسمع عنكوا ويفضل عاقل يبقى ربنا كرمه اخر كرم الله. هو ده مستواهم على فكرة، هو ده المستوى، من الكبير من البيج بورس لأقل واحد، هو ده المستوى. مفيش عقل، مفيش دماغ، مفيش اي حاجة. يخرب بيتهم جاتهم القرف، قرفونا. يلا الله يكون في عون اخواني المغاربة، والله العظيم جيرة تقرف الكلب الحزين وتسد النفس، جيرة منيلة بنيلة. يلا في رب، في رب موجود. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم. دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا يا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما، ودائما وأبدا وما حييت أقول أن العروبة ليست دولة، إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل ويعقل ويعقل، يعني يكون عنده عقل. ودول ربنا كفيهم شر العقل يعني. معنى كلمة وطن. كل التحية والاحترام، وأشوفكم في كبسولة جديدة ومش هتأخر عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.